أهم شيء يعمله الأصدقاء تطبيقا على أنفسهم وتوصية للآخرين التعقل. الدنيا لا تتقدم بالاعتباطات والهوسات والأنانيات والكبرياء والغرور ومقابلة السيئة بالسيئة وكلمة أنا. الدنيا تتقدم بالتعقل. التعقل شيء من أصعب الأمور. الشيخ البرتوى الأنصاري أحد فقهائنا الكبار والذي الآن ما يقارب من 140 سنة أو 40 سنة كتبه مطرح دروس في كل الأقطار الشيعية وكتابان من كتبه، وهذا شيء مو موجود في غير الشيخ. لأن العالم الكبير كتاب من كتبه مطرح، مثلا المحقق الحلي عنده كتب كثيرة شرائعه مطرح فقط. صاحب الكفاية عنده كتب متعددة كفايته مطرح فقط. صاحب القوانين عنده كتب متعددة قوانينه مطرح. أما الشيخ الأنصاري فكتابان من كتبه مطرح في الدرجات الرفيعة، مكاسب والرسائل. إنسان جاء إلى هذا الشيخ يحسده فقال له أن تكون عالما مشكل وأن تكون إنسانا محال. قال للشيخ يريد بذلك توهينه، وأنت ولو عالم لكن مو آدمي. أن تكون عالما مشكل وأن تكون إنسانا محال. الشيخ قال له مو الكلام هكذا، الصحيح أن تكون عالما مشكل وأن تكون إنسانا أشكل. الإنسانية وتقدم الإنسان في الحياة متوقف على إنسانيته، متوقف على تعقله، متوقف على أن الناس ينظرون تحت لوائه، يلتفون حوله، يرونه مثالا لرسول الله هفت طلبه، يرونه مثالا لعلي، يرونه مثالا للإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام جميعا، يرونه مثالا للإمام العسكري أم لا. أن تكون هكذا من أصعب الأمور، وهذا يحتاج إلى طول الخط من مجاهدة النفس. الأصدقاء لا ينسون احفظوا دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، هذا احفظوه ويوميا اقرأوه، لأن دعاء مع تدبر. اللهم سددني كذا وسددني كذا وسددني كذا، كله يريد أن يعطي للإنسان إنسانية. اللهم سددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر
وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. تتمكن؟ يجون عندك فلان اغتابك وقال أي رجل مو زين هذا، قل لا هو إنسان طيب وإن شاء الله نتصالح وياه. قسم فلوس، قال أنت يا أحمد ما أعطيك فلوس لأن أنا ما أشوفك طلبة، أنت تقسم فلوس، وأنت يا حسين أعطيك فلوس لأن أنا أشوفك طلبة ممتاز. هكذا تكون، هذا كذا تتمكن. الخطاب بسهل، أنا أخطب أنتم تسمع هذا السهل، أما في مقام العمل أن يكون الإنسان عاقلا، أن يكون الإنسان واقعيا، أن يكون الإنسان متقيا، أن يكون الإنسان يرى الله ماذا يريد ويرضى. عيسى المسيح في قصة مشهورة عليه الصلاة والسلام مر على كلب منتن جيفة رائحته تملأ الفضاء وبدنه متفسخ ومنتفخ وتجري من بدنه الدماء والصديد. الصحابة الذين مع عيسى عليه الصلاة والسلام أخذوا آنافهم وتنحوا. عيسى ساكت، قالوا لماذا ساكت يا روح الله؟ قال أما أنا فأرى أسنانه البيضاء، لأن الكلب كان صار كالح، يعني شفاته متوخرة من التورم والتفسخ فأسنانه ظاهرة. قال أما أنا فأرى أسنانه البيضاء، يعني شنو؟ يعني أنا أشوف محاسن الناس مو مساوئهم. عندك إمكانية أن تشوف محاسن الناس مو مساوئهم؟ إذا عندك إمكانية أنت إنسان. أما إنسان يسب هذا ويتهجم على هذا ويتصور أنه أفضل من الزملاء ومن الأصدقاء وأنه أتى بما لم يأتي به إنسان آخر، هذا معنى شنو؟ معنى أنك تؤخر نفسك. في قصة أخرى عليه الصلاة والسلام عيسى المسيح مر على جماعة من اليهود فقالوا فيه شرا فقال فيهم خيرا. التلاميذ قالوا يا روح الله قالوا فيك شرا وتقول فيهم خيرا؟ قال نعم، كل ينفق مما عنده، هم ممتلئين حيط بغضاء حسد نفاق، ينفقون مما عندهم سباب وشتائم، أنا ممتلئ عفو والصفح والرحمة وهداية وإرشاد والصبر وتحمل، أنفق مما عندي. تمكن؟ قال نعم، كل ينفق مما عنده. فرد واحد فكر في ليلة، يا أمير المؤمنين، يا الإمام الحسين، يا رسول الله، إتوا أحسنتوا إلى بني أمية بني العباس، كيف هؤلاء ردوا عليكم السيء، قتلوكم شردوكم وقت اللي وصلوا للحكم؟ فنام بكى ونام. في المنام رأى الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال له اذهب إلى فلان الشاعر فهو يجيبه. هذا صبح اجى دور على الشعر حتى وجده، فقال له القصة. الشعر هو اي قام يبكي، قال انا من الصدف بارحة نظمت هالابيات وكل احد مو مطلع. يتبين ان الامام قبل هذه الاشعار. الاشعار شنو اللي قال الشعر بارحة؟ ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطح، وحللتم قتل الأسارى، وطالما
ظللنا عن الأسرى نعف ونصفح. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. اجعل في الإناء شربت، شربت سكر، شنو ينضح منه؟ شرب. اجعل في الإناء خل، شنو ينضح منه؟ خل. اجعل في الإناء شمر، شنو ينضح منه؟ شمر. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا أهم شيء أن الإنسان يتصف به. لكن هل نحن متصفون؟ يوميا لازم نسأل. إذا اتصفنا بهذا الشيء، من فوائده أن الناس يلتفون حولنا. هذا أول فائدة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: من فوائد الحلم أن الناس أنصار الحليم على الجاهل. أنت تمر بالشارع، شفت اثنين، فرد واحد سب الآخر، الآخر سكت، أنت تصير من أنصار أيهما؟ من أنصار الساكت أو الساب؟ صار ساكت لا شك فيه. نشوف هذا معطي على ذاك، إذا شفت هذا يسب هذا وهذا يسب هذا، تأخذ تروح. أما شفت هذا يبسط هذا وهذا ما يبسطه، كما في القرآن الحكيم: لئن بسطت قابيل وهابيل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أنت تريد تقتلني، أنا ما أريد أقتلك. أنت على من أنصار هابيل أو من أنصار قابيل؟ أنصار هابيل. أهم شيء أنكم تتصفون بالتقل، بالفكر، بالروية، بالحلم، بالصبر، بالإغضاء عن السيئة حتى إذا أساء إليك. هذا أهم شيء. أما الطلبة الحمد لله طلبة ما أكثرها، أما الدراسة الحمد لله الدراسة كثرة، أما المدرسة المدارس بكثرة، أما الكتب الأسواق ممتلئ بالكتب، أما أنت من ذا؟ قصة مشهورة كلكم سامعيها أن ديوجانس من حكماء يونان، هذا كان في النهار يأخذ مصباح ويدور بالشارع، يدور هنا هنا. خب إذا مضيع فلوس ما يحتاج مصباح بعد، لأن فلوس الإنسان بالنهار يشوفه. بس هو يفعل هذا الشيء عمدا حتى الناس يسألوه وحتى يجاوب عنهم. يقولوا يا ديوجانس شو تدور بالنهار وما يحتاج إلى مصباح؟ قال إيه، أنا ما مضيع فلوس كذا حتى ما يحتاج إلى مصباح، أنا أدور على إنسان. وشعر فارسي أعتقد هذا الموضوع يقول: از ديب و دد گذشتم و انسانم آرزوست. يعني أن أمنيتي إنسان، أما الغيلان يا الحيوانات هذا ممتلي. إنسان لازم دائما يفكر في هذا الشيء، يفكر في أنه هل هو إنسان؟ هل أنا بالمستوى اللائق؟ هل أتمكن أن أرشد الناس وأنصحهم وأهديهم؟ هل أنا اللهم ارحم خلفائي؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. للرسول قسمان من الخلفاء، قسم من الخلفاء هذول الاثنى عشر المشهورين صلوات الله عليهم أجمعين المعصومين. القسم الثاني الرسول يشير: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي. حقيقة أنا خليفة الرسول، أنا في حلم الرسول، أنا في صبر الرسول، أنا في عطف الرسول، أنا في صفح الرسول، أنا في خدمة الرسول للناس. الرسول تدرون إيش كثر مشاكل عنده؟ الرسول رئيس 9 حكومات في حكوماتنا الحاضرة حسب الجغرافيا الإقليمية الموجودة الآن.
الكويت، البحرين، مسقط، الإمارات العربية المتحدة، قطر، اليمن الشمالي، اليمن الجنوبي، الحجاز، وإلى الأردن الهاشمي. وتدري مشكلات الرسول، ثم الرسول مو قاعد في البرج العاجي ويصدر أوامر، مين الناس؟ الرجال والنساء والأطفال يجون يروحون يتكلمون، مشاكل عدد الرمل والحصى والترابي. وقت اللي احنا كنا نقرأ الأدبيات كنا نحفظ الأشعار في كثير من الأحيان، أشعار جميلة، إحدى أشعار المغني هذا الشعر: ثم قالوا تحبها قلت بهرا، يعني حبا كثيرا، ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والترابي. الرسول مشكلات عدد الرمل والحصى والترابي، أو بين الناس يروح ويجي، يروح للحاج ويروح للزيارة ويصلي الجماعة، والناس يلتفون حوله ويسألون منه مسألة ويحل مشاكلهم ويقضي بينهم ويقسم الفلوس ويحارب والأشياء المعروفة. مع ذلك كان يكثر الضحك حتى سمي بالضحوك، هذا في البحار موجود، الضحوك يعني كثير الضحك. هل في الحقيقة أنا وأنت والطلبة الفلانية والعالم الفلاني والخطيب الفلاني والمؤلف الفلاني والموجه الفلاني والمرشد الفلاني حقيقة نحن من خلفاء الرسول؟ هذا لازم نتساءل. إذا صفات الرسول فينا موجودة إحنا من خلفاء الرسول، وهذا المعنى. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: فليتأسى متأسٍ بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكة. يعني إذا أنت ما اقتديت برسول الله لا تأمن من الهلاك، تهلك، لأن الرسول أسوة. تتمكن تنصح، تتمكن ترشد، تتمكن تهدي، تتمكن أنه يحاربك أنت تلائمه وتواليه، تتمكن هو يضمك وأنت تمدحه، تتمكن هو يحصل عليك وأنت قلبك بريء من الحسد. إذا تتمكن أنت خليفة الرسول، وإلا الأمر ليس بالعمة ولا بالعباءة ولا بالسبحة ولا بكتاب تحت إبطك ولا بتصلي 100 ركعة ولا بأنك تكون مدرسا للسطوح المغني والكفاية والمكاسب والرسائل ولا بأن تكون إمام جماعة. يا من يتيه على دنيا يكون بها، تيه الملوك على بعض المساكين، ما غير الجل أخلاق الحمير ولا نقش البراذع أخلاق البراذين. جيب فرج جلال من الذهب تخلي على حمار، هو حمار حمار. جيب فرج جلال من الزمرد والجوهر وخلي على برزون، برزون على فرس يتغير. ما غير الجل أخلاق الحمير ولا نقش البراذع أخلاق البراذين. والله مثل في القرآن، مثل الذين حملوا التوراة علماء اليهود ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل شنو؟ كمثل الحمار يحمل أسفاره. سعدي أحد شعراء الفرس ينظم مضمون هذه الآية المباركة في شعر، يقول: ما محقق بود ندانشمند، چارپایی برو کتابی چند. يعني لا محقق ولا يفهم، بس حمار على كتب. هذا واقع يعني. أهم شيء أن تعملوا تتصفوا بهذه الصفات، وأهم شيء أن تنشروا في المجتمع أن تنشروا هذه الصفات. إذا تمكنتم أن تعملوا بهذه الصفات وتنشروا هذه الصفات فأنتم خلفاء رسول الله على معنى الحديث المتقدم: اللهم ارحم خلفائي.
إذا ما تمكنتوا فأنا أناس عاديين، ما أكثر الأناس العاديين. الشاعر يقول: إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. كثيركم لكن ما أشوف أحد. الراوي مع الإمام الصادق في الحج في عرفات: واي حجة، سبحانك اللهم لبيك كذا، هل وجيج اللي شايفين في الحج. قال الإمام: ما أكثر الحجيج. الإمام أجابه: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. ضج هواية، هوس هواية، شعار هواية، لكن حجاج كم واحد. إن شاء الله لا تنسون، لقنوا أنفسكم التعقل ودربوا نفوسكم على التعقل، وكونوا عقلاء، كونوا حلماء، كونوا رزينين، كونوا مفكرين، كونوا ناظرين إلى العواقب. مو أنه هنا تشوفون، العاقبة تشوفوها. إذا صفعني وصفعته ما هي العاقبة؟ إذا صفعني وما صفعته ما هي العاقبة؟ إذا سبني وسببته ما هي العاقبة؟ وإذا سبني وما سببته ما هي العاقبة؟ الشيخ البهائي هو وزير في إيران، وكانت بيده إيران تقريبا، رئيس وزير كبير في أيام الصفويين. إنسان سبه واغتابه، الشيخ البهائي سمع، أخذ سلة من الفواكه وقال لبعض خدمه: اذهب بهذه السلة إلى هذا الإنسان، عندك شك الخلق هدية الله، هو يسبني أنا أمتي، هو يقطعني أنا أصله، هو يحسد علي أنا أحبه، هو ما يتعاون معي أنا أتعاون معه، هو ما يجي قرايتي أنا أروح قرايتي. أهم شيء التعقل، أهم شيء. إذا تعقلتم تتقدمون، لأن الدنيا تلتف حول العاقل. الدنيا ملتفة حول موسى بن جعفر أو هارون، حول إمام الرضا أو المأمون، حول الحسين أو اليزيد، حول معاوية أو علي. الدنيا دائما تلتف حول العقلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا ولكل الطلبة كل توفيق وتقدم وازدهار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.